السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة. الحمد لله على القرآن، والحمد لله على محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على ما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل. اللهم اجعل هذا القرآن لنا إماما وهاديا وبصيرة. في نبأ سلف في اللقاء الفائت كنا وقفنا عند المعاني العظيمة، معاني الرحمة والود الذي بثها الله في سورة طه في معزل عن السور كلها. كان تاجها الآية أن قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ذلك أن الله لا يريد للمؤمنين ولا لعباده عامة الشقاء ولا العناء ولا الكد، ولكن الخطايا هي التي فعلت في العبد ما فعلت. فكان أن قال الله في السورة نفسها لموسى كليمه: إني أنا ربك فاخلع عليك. وقلنا كم أضفت هذه الكلمات أنا ربك فاخلع عليك على السورة من معاني المحبة والود ما ذكرناه في اللقاء الفائت. هذا النبأ، هذا اللقاء اليوم تتميم وإكمال لما بدأنا فيه. كانت عند قوله لا إله إلا الله عندما كلم موسى قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. وقلنا كم كرر الله لا إله إلا هو في السورة نداءه لموسى بالاسم، في السور الأخرى ما كان يناديه باسمه يا موسى يا موسى، ولكن في سورة طه 5 مرات قال الله يا موسى، حتى أن فرعون الظالم كان ينادي موسى باسمه خلافا عن السور الأخرى، ذكر موسى باسمه، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضك يا موسى. المنادات بالاسم تقريب وتواصل واستئناس. ثم دللنا على شعور موسى بالمودة بعد كلام الله أن قال: أنا ربك فاخلع عليك، بكل معاني الحب والمودة والربوبية، أنني أتولى خلقك وطعامك وتسويتك. فقال الله بعدما سأل موسى: ما تلك بيمينك يا موسى؟ وقلنا إن هذا السؤال فيه ما فيه من الحب والتقريب والسيادة والمعاني العظيمة الوارفة على ظلال الآية. ما تلك بيمينك يا موسى؟ فرأينا موسى يكثر في التفصيل خلافا عن السور الأخرى، قال هي عصايا أتوكأ. فلولا أن موسى يشعر بالحب والمودة مما يسمع من كلام الله ومن المعاني التي ألقاها الله عليه ما فصل بعد استئناسه. كذلك بعدما آتاه الله الآيتين العصا واليد، وسيأتي يوم بإذن الله إن أبقانا الله وأحيانا نبين فيه كيف كانت الآية الكبرى عصا ويدا تخرج بيضاء، ذلك أن ما أشيع وما كتب فيها كان خلافا للقرآن كله وخلافا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءنا من جاءنا بغير سند ولا تصديق ولا توثيق، فرووا من الإسرائيليات ومن الأباطيل ما لا ينبغي نسبته إلى الكتاب ولا إلى نبينا. فكيف كانت الآية كبرى يبطل فيها نظام فرعون؟ الآن أنا أهيب بكل عامل لله، بكل داع لله، بالذات المتصدرين للدعوة على حركة الإسلام وتياراته، أن يتعلموا الآية الكبرى كيف يسعون إلى إسقاط النظم الفاجرة الظالمة الكافرة واستبدالها بنظام الملك الأعلى، وهم لا يعرفون آية الملك الأعلى في إسقاط نظام الكفر في الأرض. كيف تخرجون إلى حرب لا تحملون رايتها؟ الراية التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام تلك التي أسقط بها الله نظام فرعون الرب الكذاب، وجبت على كل مسلم أن يعلمها كما يعلم أم الكتاب وأم دينه آية الله الكبرى. كيف لا نعرف آية الله الكبرى؟ يوما ما بإذن الله إن أبقى الله لنا عمرا تفصلنا فيها بإذنه تعالى. إلى ذلك قال الله: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون
إنه طغى. انتبه، احنا قلنا أن هذه السورة مليئة بالحب والود من رأسها وتاجها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنا ربك فاخلع عليك. الآن يرسل الله موسى إلى فرعون إنه طغى. قال موسى، قال رب اشرح لي صدري. أحصي معنا كم طلب سيطلب موسى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هي في قراءتين، أشدد به أزري وأشركه في أمري، وفي قراءة أشدد به أزري وأشركه أنا في أمري، يعني إن جعلته وزيرا يكن كذلك، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بالعادة لا يفعل الرسول هذا مع المرسل إلا إن كان المرسل يوحي إليه أن اسأل ما شئت، ولا يكون هذا اسأل ما شئت إلا بعد ود ورحمة وحب متفق. فلولا أن موسى كان غارقا بنعمة الله ومؤانسة الله ورحمة الله له ما طلب ولا أكثر، تراه خائفا اذهب فيعاجل بالذهاب، ولكنه بدأ يتطلب ويسأل الكثير الكثير، لأنه يعلم أن الكلام الذي يسمعه كلام رحمة وود وعطاء. وقلنا على رأس تيجان سورة طه من الود أن الله عندما سأل فرعون موسى قال فمن ربكما يا موسى، وانتبه أن في الشعراء فرعون قال وما رب العالمين، في طه قال فمن، وما ومن تختلف، ما لغير العاقل المطلق هكذا ما كذا، إنما من هذه أود وأقرب. قال فمن ربكما يا موسى تدعوه باسمه. الآن قال موسى ربنا الذي أعطى، انتبه الصورة سورة أنا ربك فاخلع عليك أطعمك وأسويك، وستجد كيف كلم الله بني إسرائيل بعدما نجاهم من عدوهم. هكذا يجب أن نعرف ربنا الذي يعطينا ويطعمنا. أنت السامع، أنت السامع، انظري في يديك الآن، انظر على النعمة، على الصحة التي أنت فيها. فرعون كفر فأخذ الله نعمته منه، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل النعمة التي فينا من شواهد الكتاب من ربنا لا إله إلا هو، كما كنا نتلو من قبل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أختي السامعة، أنت الآن لعلك تطبخين وتحضرين الطعام للبنين ولعائل البيت، صاحب هذه المائدة، صاحب الرغيف الذي تقسميه الآن وتطعميه، الماء الذي سكبتيه على طعامك هو من ربنا. فرب البيت حقيقة الذي أنت فيه هو الله، إنما أزواج النساء حقيقة هم الذين يسعون على إدخال الطعام، إنما الرب العائل للبيت هو الله لا إله إلا هو، بطعامها، بالطعام والرغيف والمائدة والمقعد كله. هكذا يجب أن نعرف ربنا لا إله إلا هو. الآن نرى موسى يسأل كثيرا من دلائل المحبة والود التي كانت، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انتبه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وانتبه ما قال الله سؤالك يا موسى، السؤل أكثر بكثير من السؤال، وواضح أنه يكون في لسان العربي في اللين الكثير، ما قال سؤالك، سؤالك واحد، إنما السؤل الكثير من هذا الكلام. سؤلك يا موسى ولقد، انتبه، مننا عليك مرة أخرى. أن يظهر الله منه ووده لموسى، واضح أن هذه المعاني يجب أن نسمعها وأن نقرأها. هذه ما كانت فقط لموسى، لو كانت فقط لموسى ما أنزلها الله في الكتاب ثم أمرنا أن نذكره ونتلوه مرة بعد مرة. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. انتبه ما أجمل هذا الكلام، مجرد أن يقول أمك، إذا سمعت من يقول لك أنني مرة ما أعطيت أمك كذا، الآن بعدما كان ينادي الله موسى باسمه الآن يسمي له أمه ويذكر له أمه، أنني أوحيت إلى أمك، فيأتي له بتعرفة أخرى.
أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، كما في سورة القصص أرضعيه فاقذفيه في التابوت. فالله بده يقول له أنا معك وأنت صغير، عندما كانت أمك ترضعك كنت على عيني، أنا قلت لها أن تضعك في كذا وكذا، وأنا أوحيت لها أن تجعلك، أنا الذي ظللت عليكم الرحمة عليك وعلى أمك، كما قال في المائدة لعيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. انتبه ما أجمل الكلام أن يقول الله لعبد ما أنعمت عليك وعلى أمك وعلى أبيك. قال أوحيت إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. استمعوا جميعا بالذات الأمهات، وألقيت عليك محبة مني، لم ترد هذه المحبة في الكتاب كله إلا ها هنا. وموسى قلنا لكم 36 مرة في الكتاب، هذه هي المرة اللي قال الله في طه، في السورة التي فيها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنا ربك فاخلع عليك، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يوم كنت في التابوت يوم أرضعتك على عيني اصطنعت، على عيني كنت، هي جعلت عليك الثياب مني، أنا قلت أنا أمرت أنا أوحيت ولتصنع على عيني. انتبه، إذ تمشي أختك، قبل آية قال أوحيت إلى أمك، الآن يحدثه بأخته، أوحيت إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله الكفالة كما تعرفها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. كل العواطف الجياشة، كل المشاعر الحسنة الآن، هذه القربة كلها من الرب العظيم كانت بشواهد أنا ربك فاخلع عليك، فعندما قالها تكاثرت وتوالت كل الآيات على الرحمة وعلى التعريف والتقريب والتوصيف. قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. السنين التي قضيتها راعيا في مدين كنت عليك رقيبا، ولا كيف أحصاها الله؟ فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك. انتبه، كانت أمه ثم أخته ثم أخوه، فهذا الذي يكلمنا بأمنا وأختنا وأخانا، فكأن الله لا إله إلا هو يريد أن يجعل نفسه ربا للعائلة، ربا وخالقا وسيدا كافلا حارسا جامعا لكل معاني الخير لهذه العائلة بالأم والأخ والأخت. فهذا الرب الذي يجب أن نعرفه، وهذا الرب الذي يجب أن نعبده وأن نتعلم، الذي علمنا من قبل أن الرب عندنا هو الذي يمسك بكتاب يحصي علينا السيئات حتى إذا متنا أدخلنا عجالة في النار، حتى إذا كذبنا أدخلنا النار. هذا أنا يعني عن نفسي وعن كثير من المؤمنين، شببت يوم شببت وأنا أعلم عن رب مغضب ينتظر منا الهناة والسيئة الواحدة حتى يبادرنا بالعذاب، ولكن القرآن يكذب هذا كله. ألا يكفي أن تقرأ من البقرة وآل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هي لم تكن لنا، أعدت للكافرين، ما لم نفعل أفعال الكافرين فالنار ليست لنا، لنا ربنا الرحيم لا إله إلا هو. ألا يكفي ما سقناه من قبل من حديث صحيح، حديث الصحابي أبي رزين العقيلي عندما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث لكل فلسطين خاصة ولكل أهل بيت المقدس خصوصا، ثم لمن جاورهم، ولكن لأهل بيت المقدس لما هم فيه ولما خلقوا له أصلا من الرجولة والمعاناة العظيمة من الرباط ومن الشدة التي نحن فيها. هذا الحديث يسمعه كل أهل فلسطين بإذن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينظر لكم يراكم الباري، ينظر لكم الباري فيراكم قانطين فيظل يضحك. فقال أبو رزين، النبي قال فيظل يضحك يعلم إن فرجكم قريب. فقال أبو رزين يا رسول الله وهل يضحك الرب؟ قال بلى.
قال نعم. قال إذن لن نعدم الخير من رب يضحك. هذا الحديث صحيح، فنريد أن نعرف ربنا هكذا بقربه ووده ورحمته كما تلا علينا من سورة طه التي نحن فيها الآن. قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم ذهب إلى فرعون. حتى في السورة نفسها قال موسى وهارون لفرعون، قال أرسل معنا بني إسرائيل، في سورة الشعراء أرسل معنا بني إسرائيل، في سورة الدخان أدوا إلي عباد الله، إلا في سورة طه أرسل معنا بني إسرائيل، ثم زاد الله عليها كلمة تناسب حوض سورة طه من الود والرحمة، قال استمع ولا تعذبهم. لماذا يعني في سورة طه كان هذا الكلام؟ ولا تعذبهم، أنا ربك فاخلع عليك، ما أنزلنا عليك هذا القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم يكون عندنا في الصورة نفسها بعدما أهلك الله فرعون ومن معه من الظالمين، الآن يمن على بني إسرائيل، قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، في قراءة متواترة أخرى للنبي كان يقرأها نبينا عليه الصلاة والسلام بتاء المفرد، يعني هكذا يا بني إسرائيل قد أنجيتكم بدل أنجيناكم، وهذه أقرب للعبد، من عدوكم وواعدتكم بدل واعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه. انتبه إلى المن والسلوى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. يكفي لكل عبد أن يسأل لما اختار الله المالك لكل الأرزاق من كل الأرزاق هذين الصنفين المن والسلوى، لما اختار؟ في يوم ما بإذن الله يكون لنا وقت نتكلم لما اختار العليم الحكيم المن والسلوى أصلا، وماذا في المن والسلوى. فالكلام الله الآن يستخلص بني إسرائيل فيمن عليهم أطعمتكم ورزقتكم وعافيتكم، هذه المعاني التي كانت لبني إسرائيل هي الآن أمثال لنا كما كانت لموسى الصالح عليه الصلاة والسلام من قبل. شواهدنا كل اللقاء كان كيف نعرف أنا ربك فاخلع نعليك، مع شاهد الحديث الذي في الصحيح حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب وما جرى معهما في الحائط. الآن لو رجعنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نخرج من سورة طه إلى الحديث، أريد أن أذكر اجمع أن الله ما قال إلا في سورة طه وألقيت عليك محبة مني، فاجمع هذه إلى أنا ربك فاخلع عليك. فالذي يعني كان عندنا أنا ربك فاخلع عليك لأن الواد المقدس لا يليق به بهذا الغضب وعيب، وحدثني من حدثني مرة ونحن نعلم الإخوة، قال يا شيخ مرة سمعنا من يقول أن الله قال لموسى تأدب يا موسى على اعتبار أنه بالواد المقدس، فما زالوا يريدون أن يعلمون أن ربنا مغضب وأن رب غضبان حتى على الأنبياء، لا إله إلا هو. هو موسى مسكين ودخل بقصد، الله استقبله واستدرجه إلى الواد أصلا، لا إله إلا هو. أنا ربك فاخلع عليك، هذه كل معاني التقريب والود والاستضافة والرحمة. سيأتي حتى تعرف بإذن الله نشرح لما قال الله إنك بالواد المقدس طوى أصلا، وما طوى، لتعرف ماذا وراءها من المعاني العظيمة. الآن نحن في الحائط مع النبي ومع عمر ومع أبي هريرة رضي الله عن الاثنين، وصلى على الكبير محمد عليه الصلاة والسلام. الآن ما سمعتم كيف أخرج النبي أبا هريرة والنعلان معه. الآن هذا يؤكد شواهد ما نقول. لما عمر استقبل أبا هريرة قال ما هذا عن النعلين؟ قال نعلى رسول الله كما ذكرنا في اللقاء الفائت، فقال أن النبي أخرجني أو أرسلني بها من لقيته من وراء الحائط. انتبه، من وراء الحائط، هذه شغلة مهمة جدا. ليه النبي قال من وراء الحائط؟ ليه ما قال يعني من وجدت من المسلمين؟ هذه مهمة، من وراء الحائط. كان واضح لما قلنا في اللقاءات الفائتة أن النعل حقيقة هو علامة وآية ودلالة الخروج، والدنيا كلها الخروج عن الله من يوم ما خرج أبونا آدم من الجنة. الغريبة أخي أن العرب في لسانها الأصيل تقول للأرض الغليظة
الأرض الصعبة منعلة. فلما قال الله أنا ربك فاخلع عليك، وقال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قلنا اهبطا إلى الأرض. هذه الأرض حقيقة منعلة مما فيها من الشقاء والغلظة والصعوبة، قياسا إلى الجنة التي تولى الله الطعام والأمان فيها. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذا خرجت خرجت إلى المنعلة وإلى الشقاء وإلى الأرض وإلى الهبوط وإلى الذي هو أدنى. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في الحائط، والحائط تمثيل للجنة وما فيها، فيخرج أبا هريرة من وراء الحائط فيلقاه عمر فيضربه عمر. الآن أنا أريد من المسلمين أن لا ينظروا إلى عمر فقط نظرة المثل العالي جدا الذي لا يفعل، افعلوا بعضا من عمر ولو أعشار عمر. الدين كان بخير حتى إذا قتل أخونا الصالح أمير المؤمنين عمر، دخلت علينا الفتن، كما في شاهد الحديث الصحيح أنه كان بابا بيننا وبين الفتنة عمر بن الخطاب. ذلك الرجل كما في الحديث الحسن أشد أمتي في دين الله عمر بن الخطاب، شدته كانت حرزا وحرصا على هذا الدين. فليكن أحدنا على بضع ألف من أمير المؤمنين الصالح، أقل شيء على بيته، شدة في حرصه وحرزه على دينه وبيته. الآن يرجع عمر بن الخطاب ويدخل أبا هريرة كما سكن في النبأ الفائت في اللقاء الذي مضى. الآن اسمع كلام الفاروق. الفاروق كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. ثم قال في حديث صحيح آخر، قال إنه كان ممن كان قبلكم أناس محدثون مكلمون، يعني تكلمهم الملائكة، فإن يكن فيكم فهو عمر. هذا عمر المهدي رضوان الله عليه المحدث المكلم، أن لو كان لكان نبيا. انتبه، عندما رأى النعلة خارجة على اعتبار أن لا إله إلا الله، أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فله الجنة بشهادة النعل، ما علاقة النعل؟ انتبه، اسمع كلام عمر عندما حقق مع أبي هريرة وتحقق من النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع كلامه وليكن لك فقها ومذهبا عظيما. مذهب رجل كهذا الرجل زكى النبي فقهه ومذهبه وفطرته. الآن هذا الرجل يقول للنبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الأمر يعني ما في مزح وما فيه تراخ، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت أرسلته بنعليك، من لقي من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال بلى، استمع. قال لا تفعل حتى لا يتكل الناس، خليهم يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام خليهم يعملوا. إذن من شاهد الفقيه صاحب العلم وفضل علم النبوة كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه أوتي فضل علم النبوة عليه الرضوان عمر بن الخطاب. الآن هو بده يعلمك، عمر بن الخطاب يشرح لك المعاني وراء النعل ولا إله إلا الله. فعمر الفاروق المعلم ما رآها أمارة، رآها دلالة وآية على لم تجد على أنا ربك فاخلع عليك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقال حتى لا يتكل الناس. فالظاهر أن النبي كان يريد أن يبشر الناس أن يعلموا أن لا إله إلا الله، فمن أيقن بها دخل الجنة. شاهدها أن النبي أخرج معه النعلين كأنه مستقر آمن، خروج النعلين مع أبي هريرة أن ائمنوا أن اطمئنوا، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فخشي عمر رضي الله عنه وزاده ما زاده، خشية أن يتكل الناس. مجرد أن يكون النعل هذا استقرار وطمأنينة ودعا، ولكن خليهم يعملوا، أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. في النبأ القادم إن أبقان الله نقول ما طوى ولم كانت طوى وأين طوى في الكتاب العظيم. إلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.